تم توقيع مذكرة التفاهم الأولى بين كل من المجلس الوطني المصري التنافسية ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بشأن مبادرة قياس التنافسية المحافظات. وتم بعدها بناء شراكة قوية مع شركاء المنفذين بما في ذلك وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. تكمن أهمية المؤشر على في قدرته على تقديم بيانات ثاقبة تساعد في اتخاذ القرار على المستوى القطاعين سواء الحكومي أو قطاع الأعمال، حيث يعزز عملية صنع القرار المستند إلى البيانات. طبعا دكتور هالة شرحت الموضوع ده باستفاضة وكله هكلم فيه. أنا عاوز أخش في النقطة اللي هي إحنا كمجلس وطني تنافسية دورنا إيه؟ إحنا policy advocacy، يعني بنشوف إيه هي السياسات الداعمة اللي ممكن نغيرها ونساعد فيها بسرعة ونشوف نتائج كبيرة ليها. نفس الحاجة في المؤشر اللي إحنا بنتكلم عليه النهاردة، لما تبان الصورة هنشوف إيه هي السياسات الداعمة لتحسين تنافسية المحافظات، وهنشتغل عليها إن شاء الله مع السادة الشركاء في هذا المشروع. وسيقوم المجلس بدوره في تحليل وفهم التقرير وتحديد القضايا الرئيسية والدعوة للتغييرات الضرورية في السياسات والإجراءات. أخيرا أحب أشكركم جميعا أنكم حضرتوا اليوم، لأن يتهيألي بقية النقاش هيبقى مثمر للغاية، ونتمنى النجاح للمشروع في المستقبل إن شاء الله. أشكركم.